نهار مشيتي تقيد في الطاس شفت شي داك الفيلم ديال الفلوس وديال واش تقيد و الله يحسن العواز هادشي كنعاودو علاش باش اي دري صغير دابا كيلعب كره وما عندوش الامكانيات يا ربي ان هذاك راه ماشي هو الاوبستاكل صافي الا ما عندكش فلوس راه ماشي بغا تلعبش كره ها هو زريده راه الساعه ما لقيتش هاد المشكل الكره ما كتلعبش بالفلوس من الاخر الله وسطر عليها ب 100000 سطر الكره ما كتلعبش بالفلوس كتلعبش بالفلوس كاع اللي غيلعب بالفلوس عرفو ما غيوصلش بها وكي داك النهار عاقل عليه حتى زريده عاقل الاحساس ديالك داك النهار انا كنت باقي صغير ولكن ماشي صغير بزاف وديك 7 سنين بحال هكا تقريبا 6 سنين 7 سنين الوالده كانت عاقله بزاف كان ديك الساعه اول مره غيتحل التيران ديال الطاس حي محمد اللي جا في الحفره سنترال الحفره انت ولد حي ولد حي عادي ياك التقدم التقدم حدا مركب شقر باقي عاقل حدا قصريه السعاده اللي حدا قصريه السعاده هذاك التيران ديال الحفره اللي دخل فيه ما كيخرجش واد الاربع كلشي كان فيه واد الوسط هذاك الخبار خصك تنقز الوقت لما ديك غادي عقلتي عليه كيك كان لاصق على السلطه كيصوت واحد العقبه بهذا هو باش تدخل ليه خاص كاري ويلي صافي الوالده تما ديك الساعه كان جا الملك تشنى هذاك التيران الله ينصر كان تشنى هذاك التيران وصافي وديك الساعه بداو كيطلقوا التحيات وداك الشيء والوالده لا قالوا لها سيري قيدي ما قالوا لها الفلوس لا والو صافي ملي قالوا لها راه كاينين لي تيست ولا لا ما جبدوش لها لي تيست قالوا لها التحيات غتقيدي غتخلصي القد والقد باش والدار ماشي بامكانهم يخلصوا عليك صافي هذيك بقات في راسي هذيك هذوك الفراقي ما كيديروا استثناءات بالنسبه للاعبين اللي تيكونوا زايدين في لاكاليتي تكنيك على اللاعب الاخر كاينش تيست هما شنقول لك هما ما كانوش شايفين هما بحال لا غادي خويا نبيل حتى حنا كنا نلعبوا في هذوك لي زار في هذاك لاج وني كانوا الوداديات بزاف كانوا الفراقي ديال الفراقي اللي هي كتعب فيهم بحال الوداديات بزاف وكانوا الوداديات هذوك الناس اللي كانوا حتى هما مساكن كانوا شادين دوك الوداديين كانوا ناس مستأمنين تقدر تعطيه ولدك تقدر تعطيه ولدك دابا راه انت راه ما نقدرش نلوم هاد الاباء هادو دابا تيخافوا على ولادهم نبيل ديك الوقيته كانوا دوك الناس مساكن بحال خوتنا الكبار بحال والدينا تقدر كاع والديك كيعطيوك انك تمشي معاهم المخيم ولا تسافر شي ماتش ولا هادو كاملين مراكش راه هادو عاونوا هادو عاونونا نبيل ما عندكش ما يمكنش لك كتاخذ تجربه منهم لانه كيبارنيوك واحد من 9 سنين حتى لواحد 13 عام تتولي ماتور فهمتيني ماشي ماتور راه باقي واقي صغير غير هو كتكبر شويه كتفهم شي حوايج اه بصح فهمتي كتعرف تقدر تمشي الراجا وتسافر في راسك غتدخل تسافر راسك صغير راه غتصبر حوايجك راسك غتحاول تخاف على حوايجك تولي تطوي حوايجك في مخيمات تولي تطويهم تولي كتعلم بزاف ديال الحوايج انك ما غاديش تعلم وكتعذب حتى المستوى الماكله راك عارف والو الماكله كتجي تاكل مع 8 4 10 11 يجيك الجوع ما كاينش ديك القيزه ما كاينش دراك راسك ري خاصك تاكل ودي معاك ما تخاف ما تاكل تحلو ديك الطاوله ديال الكوفيتير ماشي كوفيتير 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 عرفتي ديال لا تحلو معلقه لواحد وداك الشيء مزيان ماشي مزيان دوك السفريات هذوك الماتشات كيصيفطوك واجد وتيخاوك هما اللي تيساعدوك باش يولي عند دي كاليتي عند خنسك باش يولي لي كاليتي عند خنسك راه من اللعب ديال الزنقه اللعب ديال الدرب تجارب ماسه كتعامل مع كانوا تيرانات اخويا كتعامل مع الحمري كتعامل مع الحمري بوطو تروطوار ما خصهاش تطلع خصك تماركي هذاك الشيء كامل تعامل كتعامل كيفاش تخرجها بدقه لعبه اون توش وانت صغير ماسه لاعب وحاضي مع طوموبيله كيما قال لك يا جور جميل لاعب وحاضي مع طوموبيله كتستغل الحي حتى هو كتقلب به واش تهضر بهذيك الطوموبيله تقلب العاب لا الطوموبيل ديال زمان وانت عندك كره منا بالك لا منا كتمشي مع طوموبيل من الشبور صراحه هذا لعبتي بزاف بزاف انا اللي زيد عاوني عاوتاني بزاف هو دخلت لدار الشباب باقي صغير ملي يفوت 4 ضد 4 لعبتي ملي يفوت بزاف لعبتي بزاف لعبتي شي 7 سنين فوتسال دار الشباب ديال الحي عادي عاوناتك فاش لعبت مني بزاف التحراميات التكنيك ديالك بزاف التكنيك علاقتك مع الكره توش دو توش واخا تيران صغير كتعاون تقلب فيه في مساحه صغيره فهمتي داكشي مهم بوطو كيعاونك داكشي الصالح ملي كتطلع تلعب فوتها 11
كتزادوك غير شي حوايج كتولي انت عاطي بحال واحد 50% كتزادك واحد 50% ديال فوتاهونز دغيا تاخذها انت كتكون تكنيك مو مزيان كتكون عايق بهذاك كويري عايق الاخر واش باغي يدير كتحمل واحد باش يعطيها فهاديك البلاصه اللي بغيتي انت قايلي فيها اللعيبه كيعاونوا ساد رجلك في لاباس باش ما يدوزهاش من تحت منك فهمتي تخرجها في مساحه مضيقه اسباس ريدوي صافي التيران كبير ديك ساهله باش تخرجها من تما كيبان سبيس توازع وفي الزنقه الزنقه هي راك عارف كيما قال لك حمد الحروريه قابلات في الشانطي كوت سيزو في الشانطي درب مع درب راه درب مع درب راه داير بيه هذاك ما تبغيش تخسر مع ولاد الدرب غدا يتلاقى معاك في دراسي ربحناكم البارح درناني ما تسرتش لك داكشي كيبدا من ديك الوقيته ما كاينش كيخسر في ولاد كازا فهمتي ولاد كازا فواحد الاحياء شعبيه بزاف بحال حي منير رشيد درب سلطان دابا كنا كنتلاقاو حنايا كنلعبوا مع دار الشباب ديال الحي عادي اللي غتلعب مع دار الشباب ديال الفيده ديال جماعه مع جماعه فهمتي لعبنا واحد النهار في عين الدياب تورنوا كبير هذوك التورواش كانوا مصايبينهم واش مصايبهم العماله المهم مقاطعات كما كيقول مقاطعه حي محمدي مقاطعه اونفا مقاطعه سيدي عثمان اسمح لي تاع عصبه الدار البيضاء كانت قويه فاش حنايا لي جيم